بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محاضرة جديدة من محاضرات الليكتشرز العادية بتاعت الشرح بتاعتنا، وهنبدأ بالبيدياتريك ايميجينج، الموديول بتاع البيدياتريك ايميجينج، ومحاضرة من أهم المحاضرات، مش بيدياتريك بس، الايميجينج راديولوجي عموما، وهي اللوكودستروفي أو الانهيرتد وايت ماتر ديزيز. هي دي من أصعب المحاضرات على الإطلاق. المحاضرة دي كان ليها نسخة قديمة منها موجودة على اليوتيوب. النسخة دي هي نسخة محدثة طبعا، زي ما باقي المحاضرات الجديدة الصور بتبقى أحسن، التصوير أحسن، الديتيلز في الأمراض بيكون أحسن. أهمية المحاضرة بتاعت دي هي إن أنا بحاول أحط فيها سكيم إزاي أقدر أدور على المرض، أو أقدر إزاي أسيرش فور ذا ديزيز، بيكوز معظم الديزيز اللي هنا هي ديزيز. المحاضرة دي هي تشمل ديزيز كتيرة، ومستحيل أي حد يقدر يغطيها في محاضرة واحدة. فأهمية المحاضرة دي هو إزاي إن احنا ندور عشان نوصل لدايجنوزس. دي مهمة جدا جدا جدا، وإن شاء الله نحاول نقدر نكون لو طلعنا في المحاضرة دي ازاي نقدر ندور على المرض، ازاي نقدر نشخص لوكودستروفي، او امتى نقول ان ده انهيرتد وايت ماتر ديزيز او لوكودستروفي، وابدا ادور عليه ازاي. ده اهم حاجه في المحاضره دي. زي ما قلت لكم المحاضره كبيره وبتشمل امراض كتيره، ولازم اي حد فينا لازم يدور ويقدر ويدور ويفتح الكتاب طول ما هي الامراض مش مشهوره. يعني احنا النهاردة هناخد الكلام ده، وهناخد الـ most common diseases تحت كل جروب، وان شاء الله اتمنى ان تكون محاضرة مفيدة زي باقي المحاضرات. طيب المقدمة بتاعتنا، وهي اللي هناخده في المحاضرة دي، هناخد مقدمة عن اللوكودستروفي، ويعني ايه لوكودستروفي او inherited white matter diseases، وهنتكلم عن فرق ما بين الهايبوميلينيشن والديسميلينيشن ديز اوردرز، وهنتكلم عن جنرال كونسبتس لكل الانهيرتد وايت ماتر ديزيز. ودي محاضره، ودي سلايد من السلايدات المهمه جدا. وبعد كده هنتكلم بين ديتيلز على الهايبوميلينيشن ديز اوردرز والديسميلينيشن ديز اوردرز. طيب المقدمة بتاعتنا اللي هنتكلم فيها عن الديفينيشن بتاع اللوكودستروفي، واقصد بيه يعني ايه اللوكودستروفي او انهيرت وايت ماتر ديزيز، هي وايت ماتر ديزيز ديو تو جينيتك فاكتورز. غالبا بيبقى في مشكلة في جين معين ادى الى نقص انزيم معين، الانزيم المعين اللي ناقص ده مسؤول بشكل او باخر عن تصنيع الميلين، وبالتالي ادى الى وايت ماتر ديزيز. فالوايت ماتر ديزيز هي عبارة عن، او الانهيرتد وايت ماتر ديزيز دي هي عبارة عن مشكلة في جين معين ادى الى نقص او مشكلة في انزيم معين ليه علاقة بشكل او باخر بتصنيع الميلين، وبالتالي يندرج عليه حاجتين. والله لو كان المشكلة في الانزيم ده، كان الانزيم ده مسؤول عن تصنيع الميلين، فبالتالي كمية الميلين تبقى قليلة او مش موجودة، فده بيسموه hypomyelination disorders، او ان التصنيع او الانزيم اللي ده كان مسؤول عن تصنيع كان مهم في تصنيع الميلين، وبالتالي عدم وجوده ادى الى تخليق ميلين abnormal، فabnormal ميلين او ميلين وحش، فده بيسموه dysmyelination disorders. وبالتالي الانهيرتد وايت ماتر ديزيزز او اللوكودستروفي تشمل حاجتين، لاما يكون الانزيم اللي موجود او مسؤول عن تصنيع الميلين مش موجود او قليل، وبالتالي كميه الميلين اللي بتنتج قليله reduced او absent amount of myelin، بس الميلين اللي موجود لو هو كميته قليله بس هو متصنع صح بس كميته قليله او تماما مش متصنع، ده بيسموه hypomyelination. او الانزيم المسؤول لا انت نقصه ادى الى انتاج مايلين ابنورمال شكله وحش، فده بيسموه ديسمايلينيشن. وبالتالي دي حاجه مهمه يا جماعه، نشمل لازم نبقى عارفين ايه الفرق ما بين الهايبوميلينيشن ديز اوردر والديسمايلينيشن ديز اوردر. الهايبوميلينيشن الكميه بتاعت المايلين هي اللي قليله، الديسمايلينيشن هو المايلين شكله وحش او متصنع غلط او ابنورمال مايلين، كميته مظبوطه بس هو متصنع ايه، متصنع غلط، ده بيسموه ديسمايلينيشن. خلاص،
وسواء كانت ديسمايلينيشن او هايبومايلينيشن، الاثنين يندرجوا تحت الايه لوكودستروفي، والاثنين بيكون سببهم جين معين، مشكله في جين معين ادت الى نقص انزيم معين، زي ما هنشوف في الايه الان ديتيلز لما هنتكلم عن الديز اوردرز دول. طيب ده كان يا جماعه الكلام عن الهايبومايلينيشن والديسمايلينيشن تعريفا. طيب ايه الفرق ما بينهم في الاشعه وازاي اقدر اشخصهم؟ هقول لكم كمان شويه، بس قبل ما اقول كده لازم نتطرق الى النورمال مايليشن بتاع البريم بتاعنا. حقيقه لما الولد بيتولد ده تي 2 يا جماعه وده تي 1، ده كل دي تي 2 وده كل ده تي 1، ده الولد اول ما اتولد، وده بعد سن سنتين اللي هو تقريبا شبه البرين الادلت. هنلاقي ان معظم الوايت ماتر في التي 2 لما الولد لسه بيتولد بتبقى هاي في التي 2 ولو في التي 1، لان هو بيبقى لسه الوايت ماتر مليانه ميه، فبتبقى لو في التي 1 وهاي في التي 2 لان هي لسه مليانه ميه. مع الوقت الميه دي يتم تحليلها بميلين اللي هو يحتوي على فات، وبالتالي السيجنال بتاعت اللو في التي 1 لان فيها فات تبدا تعلى في التي 1 تبقى هاي خلاص، وتبدا تقل فين في التي 2 لحد ما يبقى النورمال برين بتاعنا ان كل الوايت ماتر ان ذا تي 1 از هاير ذان ذا كورتكس او جري ماتر في التي 1 ولور ذان ذا كورتكس ان تي 2، وده النورمال ابييرنس بتاع الايه بتاع البرين العادي في الادلت، وده بيوصل له النيو بورن بعد سن سنتين. بعد سن سنتين البرين بتاع الولد بيبقى شبه البرين بتاع الادلت في ان كل الوايت ماترز بتاعتها حصل لها مايلينيشن، بتبقى لو سيجنال في تي 2 وبتبقى هاي سيجنال في تي 1 ان كومباريزون تو طبعا للايه الكورتكس او الجري ماتر. خلاص طيب، وبالتالي لو انا لقيت مشكله عكس اللي انا متوقع عليها في الوايت ماتر، يبقى ده هتبقى تبع اللوكودستروفي او الانهيرتد وايت ماتر ديزيز. يعني ايه؟ يعني لو لقيت ان وايت ماتر بدات تبقى في التي 2 تبقى برايت سيجنال زي كده، وفي التي 1 تبقى لو سيجنال في الشكل ده، يبقى المنظر ده مش هو الوايت ماتر اللي احنا متعودين عليه بتاعنا. المفروض الوايت ماتر في التي 2 تبقى لو، وفي التي 1 تبقى هاير ذان ذا كورتكس، وبالتالي ده ابنورمال بالنسبه لنا. طيب عشان اقدر اقول عليه او عشان اقدر افكر في المحاضره بتاعت النهارده اللي هي الليكودستروفي اللي هو سواء كان الهايبومايليشن او الديسمايليشن، قال لك لازم الابنورماليتي في السيجنال دي تكون الاتي: لازم تكون بايلاترال وسيمتريكال، ولازم تكون كونفلوينت. بايلاترال وسيمتريكال على ناحيتين شبه بعض، ولازم تكون باتشي اريا لازقه مع بعض كلها حته على حته واحده مش مالتي فوكال. خلاص، وبالتالي يا جماعه ببدا افكر في الانهيرتد وايت ماتر ديزيزز او اللوكودستروفي. لو لقيت الابنورماليتي في السيجنال في الوايت ماتر بايلاترال وسيمتريكال، ده واحد. تاني حاجه كونفلوينت، وقلت الابنورماليتي في السيجنال بتبقى عكس الايه عكس اللي احنا عارفينه في الايه في النورمال ادلت اللي هي بتبقى هاي سيجنال في تي 2 ولو سيجنال في تي 1. طيب ايه الفرق بقى في الاشعه ما بين الديسمايلينيشن والهايبومايلينيشن؟ الديسمايليشن بيقول لك ان السيجنال بتاعته في التي 2 في الوايت ماتر الابنورمال بتبقى فيري برايت، يعني عاليه جدا، يعني مش جاست هاي، لا ده برايت جدا. فتلاقي الابنورمالتي في التي 2 هاي جدا زي كده، وتلاقي في الابنورمالتي في التي 1 تبقى لو جدا، فتلاقيها لو في التي 1 قوي وبتبقى هاي في التي 2 قوي. خلاص ده الديسمايلينيشن. انما الهايبومايلينيشن ما بيكونش كده، الهاي سيجنال في التي 2 بتبقى مايلد او مودريت، ما بتبقاش اكستنسيف بالمنظر ده اللي بنشوفه في الديسمايلينيشن. وفي التي 1 يا جماعه بنلاقي الاتي: بنلاقي ان هو السيجنال ممكن تكون انترميديت او ممكن تكون نورمال، بس ما بتبقاش هايبو. يعني ممكن تلاقي الهاي سيجنال اللي انت شايفها دي، تلاقي بص عليها في التي 1 تلاقيها انترميديت، او ممكن تلاقي حتى هاير سيجنال، يعني ممكن تلاقيها نورمال في التي 1 او ممكن تبقى سلايتلي انترميديت في التي 1، بس في التي 2 بتبقى ايه؟ بتبقى مودريتلي او مايلدلي اليفيتد سيجنال في التي 2. وبالتالي ده الفرق ما بين الهايبومايلينيشن والديسمايلينيشن. الهايبومايلينيشن السيجنال في التي 2 بتبقى مايلدلي اليفيتد، وفي التي 1 تبقى ممكن تبقى نورمال يعني هاي في التي 1، او ممكن تبقى انترميديت انما ما بتبقاش لو في التي 1. خلاص ده هايبومايلينيشن. انما الديسمايلينيشن بتبقى السيجنال في التي 2 بتبقى فيري برايت ان تي 2، وفي يعني اعلى بكتير جدا من الهايبومايلينيشن،
وفي التي 1 بتبقى لو، ما بتبقاش ولا انترميديت ولا بتبقى نورمال، لا بتبقى لو سيجنال ان تي 1 خلاص. وزي ما قلت سواء ده او ده عشان تبقوا ابدا افكر فيهم لازم السيجنال اب نورماليتي اللي موجوده في الهايبوميليشن او في الديسميليشن لازم تكون بايلاترال وسيمتريكال ولازم تكون كونفلوينت ارياز خلاص. دي حاجه مهمه جدا عشان ابدا افكر في المحاضره بتاعتنا وده ازاي افرق ما بين الديسميليشن والهايبوميليشن. هيجي نقطه مهمه جدا لازم كلنا نكون فكرنا فيها، وهي الكلام ده يا جماعه اللي انا بتكلم عليه في الابنورمالتي في السيجنال بعد سن سنتين، لان زي ما اتفقنا ان البرين قبل سن سنتين بيبقى اصلا هاي في التي 2 وبيبقى في اجزاء منه بتبقى لو في التي 1، وبالتالي ازاي انا ابدا اشخص ديسمايليشن او انهيرتد وايت ماتر ديستروفي او اللوكو ديستروفي قبل سن سنتين. والله الموضوع ده يا جماعه بيبقى مشكله اكتر في الهايبوميليشن عن الديسميليشن. والسبب في ايه؟ السبب ان الديسميليشن ان البرايت سيجنال في التي 2 بتبقى حتى اعلى من الانميلينيتد نورمال وايت ماتر ان نيو بورن. يعني السيجنال دي يا جماعه لو بصيتوا على نورمال بريماتوريشن يعني سن سنتين اللي المفروض فيها السيجنال في الوايت ماتر تبقى عاليه عمرها ما بتوصل للعلو ده. فدايما تبقى عارف ان ده في مشكله في المايلين لان السيجنال بتاعتها از فيري اكستنسيفلي هاي حتى لو العيان ده قبل سن سنتين. بتبقى دايما المشكله عندنا في الهايبوميليشن لان السيجنال في التي 2 بتاعتها الاليفيتد بتبقى تقريبا سيميلر تو ذا unmyelinated white matter قبل سن السنتين. هي دي المشكلة اللي بتقابلنا يا جماعة. طيب ازاي اقدر اشخص او ابدأ اشك في لوكودستروفي قبل سن السنتين؟ حقيقة مالكش حل غير انك تبدأ تعرف الستركتشرز بتاعت البرين اللي بيحصل لها مايلينيشن بالتدريج في كل وقت منها، وبتبدأ تشوف الستركتشرز دي هل هي في الوقت ده حصل لها مايلينيتد ولا لا. تعالوا نتكلم يا جماعة عن اشهر مثال وهو البوسير لمب بتاع الانترنال كابسول. البوسير لمب بتاع الانترنال كابسول هو ان معروف ان الولد بيتولد بيه وهو مايلينيتد، يعني ايه؟ بيبقى هاي سيجنال في تي 1 ولو سيجنال في تي 2، وبالتالي لو لقيته عكس كده هاي سيجنال في تي 2 وانترميديت سيجنال او سيجنال ان تي 1 مش هاي سيجنال في تي 1 او ان هو هاي سيجنال في تي 1، فده بالنسبه لي اب نورمال. اي حاجه من الاثنين دولت ما بقتش كده يبقى يعتبر اب نورمال، وبالتالي ده بالنسبه لي اب نورمال. ولكن في حاجه يا جماعه كمان لازم نبقى عارفينها، وهو ان انا بنصح بيها اي حد لو لقيت، حتى لو انت ماشي تابع الجدول ده ولقيت ان الاستراكشرز دول متاخرين عن المايلينيشن بتاعهم، فبنصح انك ما تقولش هايبوميلينيشن الا اذا بعد 6 شهور من الفحص. يعني عيد الفحص بعد 6 شهور وشوف اذا كان حصل مايلينيشن ولا ستيل بريزيستنت، لان الحقيقه ساعات بيبقى فيه سام سورت اوف ديلييد مايلينيشن والوايت ماتر بس ديلييد مش هايبوميلينيتد، ومع الوقت بيحصل له مايلينيشن. وبالتالي يا جماعه انا بنصح دايما ان ما تشخص هايبوميلينيشن قبل سن سنتين الا بعد ما تعمل فولو اب بعد 6 شهور، حتى لو انت شايف ان الاستراكشرز دولت الوقت بتاعهم متاخر وما حصلهمش مايلينيشن في الوقت بتاعهم. دولت يا جماعه الجدول ده جدول مهم زي ما قلت لكم، وهو بيشمل الاستراكشر كل الاستراكشرز وبيحصل له امتى مايلينيشن. معظم الناس بيبقى حافظينهم، وما كانش حافظينهم فهو ممكن اي حد يبقى عارف او مخلي الجدول ده معاه لما يجي له ولد اقل من سنتين يبدا يبص عليه كل شويه. في حاجه كمان يا جماعه قاعده في البري مايلينيشن بتقول ان دايما المايلينيشن بيبدا من تحت لفوق فروم كودال تو كرينيال، يعني هتلاقي البرين ستيم حصل له مايلينيشن قبل السريبرال هيمسفير وهكذا. المايلينيشن بيبدا من ورا لقدام، يعني انت لو عندك انترنال كابسول ليه تو جزء تو بارتس بوسيور لمب وانتيور لمب هتلاقي ان البوسيور لمب بيحصل له مايلينيشن قبل الانتيور لمب. وكمان المايلينيشن بيحصل من السنترال تو بريفرال، وبالتالي تلاقي الديب بريفنتريكال وايت ماتر هي اللي حصل لها مايلينيشن قبل السب كورتيكال وايت ماتر، ده اللي بيحصل لها في الاخر هي اللي بتحصل لها مايلينيشن. دي قاعده عامه يا جماعه وده تفصيل المايلينيشن في الجدول ده، وده زي ما قلت لكم قبل سن سنتين. بعد سن سنتين بيحصل مايلينيشن بيبقى تقريبا كله حصل ويبقى شبه البرين ان ادلت. طيب
الجنرال كونسبت في المحاضرة دي اللي بتشمل مجموعة كبيرة من الديزيزز لازم نبقى عارفينهم، ودي حاجة مهمة جدا جدا ولازم يا جماعة نركز فيها ونخلي بالنا جدا في السلايد ده. وهو أول حاجة إن اللوكودستروفي they are progressive، غالبا بيبقى progressive course، يعني مفيش لوكودستروفي بيحصل له regression، ده غالبا بيبقى progressive course. والنهاية الواحدة أو النهاية بتاعت معظم الديزيز دايما بيحصل فيه atrophy of the brain. وبالتالي يا جماعة الـ عشان تقدر تدياجنوز اللوكودستروفي كويس يفضل انك تعمل الايمجينج بدري قوي في المرحله الاولانيه من الليكودستروفي، لان الكاركترستيك فيتشرز بتاعه الديزيزز بتبقى باينه في الاول، لان الاند ستيج بتاعتهم هي عباره عن اتروفي وبتبقى كلهم شبه بعض وبيبقى في ديفيوز وايت ماتر ابنورمالتي ومش هنقدر نوصل للدياجنوز. وبالتالي دايما الدياجنوزز بتاع الانهيرت وايت ماتر ديزيز بيكون احسن في الايرلي ستيجز لو عملنا imaging in the early stages. تاني حاجة وهو ان في وايد سبيكترم او سيفيريتي للانهيرد وايد ماتر ديزيز. يعني ايه؟ يعني ممكن لو الجين ديفيشنسي كان قوي قوي وكان سيفير قوي، العيان ده هيبريزنت باكستنسيف سيمتومز وهيبريزنت بسن بدري قوي في النيونيتال بيريود غالبا. اما لو كان في مايل جينيتك ديس ابنورماليتي او مايل جينيتك فيلير، فالمايل سيمتومز بتبقى اقل وغالبا بيبقى السن بتاع اللوكودستروفي بيبقى في سن اكبر شويه، سواء كان في انفانتايل او جوفينايل او حتى ادلت. وبالتالي معظم اللوكودستروفي في منهم نيونيتال وفي منهم انفانتايل وجوفينايل وحتى ادلت مانيفستيشن اكوردنج تو ايه؟ اكوردنج تو ذا سيفيريتي اوف ذا جين ديفيشنسي. طيب تالت حاجة وهو ان معظم الكلينيكال فيتشرز بتاعت الانهيرتد وايت ماتر ديزيز دايما بتبقى ديليد مايل ستونز. طبعا العيانين دول ما عندهمش مايلينيشن، فبالتالي او مايلينيشن بتاعهم بايظ، فبالتالي معظم الابنورماليتي بتاعتهم بتبقى ديليد مايل ستون، ايذر موتور او كوجنيتيف، يعني انتلكتشوال فانكشن بتبقى متاخره او الموتور سكيلز بتاع الولد ده بتبقى متاخره. فعاده دي الشكوى الاساسيه في معظم الامراض وهو ديليد مايل ستونز. ولكن يا جماعه الكلينيشن از او الريفيرنج للفيزيشن از فيري امبورتنت في العيانين بتوع انهيرت وايت ماتر ديزيز. ليه؟ لان زي ما هنشوف كمان شويه في حاجات مهمه جدا في الكلينيشن في الكلينيكال، يعني في الهيستوري بتاع العيان مهمه جدا، لان بتديك كلو جدا للدياجنوزز والتفريقه بتبقى ما بين مرض ومرض هو في وجود الكلينيكال داتا دي. وبالتالي مهم جدا نعرف البروبر كلينيكال هيستوري في حالات الانهيرت وايت ماتر ديزيز او اللوكودستروفي. مثال على الكلام ده يا جماعه، مثال الكلينيكال داتا المهمه في اللوكودستروفي وهو الهيد سيركمفرنس. وليكن العيانين في ديزيز بتبقى معاهم ماكروكيفالي وفي ديزيز بتبقى معاهم مايكروكيفالي، وبالتالي دي سيمتومز او دي كلينيكال داتا مهمه جدا وهنتكلم عليهم ان شاء الله بالتفصيل. الهيد سيركمفرنس من اهم الكلينيكال داتا اللي المهم تسال عليهم، ولو انت بتشاهد حاله وشاكك ان هي فيها او جايه بانهيرتد وايت ماتر ديزيز لازم تسال على الهيد سيركمفرنس. كمان في درماتولوجيكال ابنورماليتيز كتيره زي ما احنا شايفين، في بعض الانهيرت وايت ماتر ديزيز بيبقى معاها سكين ابنورماليتي، وبالتالي السكين ابنورماليتي من ضمن الحاجات المهمه. كمان الاوفثالمولوجيكال ابنورماليتي، الحاجات بتاعه الاي، في حاجات كتيره جدا من الاي برضو مهمه جدا للدياجنوزس بتاع الانهيرتد وايت ماتر ديزيز وهكذا. يا جماعه الجداول دي هي موجوده في بيبر معينه انا ان شاء الله، وجداول جايه كمان انا هسيبها لكم في اللينك للرابط تحت الفيديو عشان اللي عايز يرجع للبيبر دي. هي بيبر جميله ملخص فيها اللوكودستروفي والانهيرت وايت ماتر ديزيز. لو حد حابب يرجع لي حاجه ملخصه عن الانهيرت وايت ماتر ديزيزز. اما لو حد حابب يستفيض في الانهيرت وايت ماتر ديزيز، فانا دايما بنصح بالكتاب بتاع الباركوفيتش اللي هو بتاع البيدياتريك نيورو ايمجينج، وبرده انا هسيب لكم الرابط بتاعه في اللينك بتاعه في رابط تحت الفيديو. طيب
ده كانت المقدمة بتاعت الـ Inherited White Matter Diseases أو اللوكودستروفي. نبدأ نخش على الـ Hypomyelination Disorders والـ Dysmyelination Disorders. زي ما تقولنا هو الـ Inherited White Matter Disease يشمل الـ Hypomyelination والـ Dysmyelination، الاثنين تبع الـ Inherited White Matter Diseases. الـ Hypomyelination Disorders هما إيه؟ قال لك الـ Hypomyelination Disorders يشمل كتير قوي من ديزيزز، اشهرهم هو البليزياس مارس بخر ديزيز. وزي ما قلت لكم انا مش هتكلم على كل الديزيز دي، انا بتكلم على اشهر واحد في كل ديزيز. انا اتكلمت ازاي اقدر اوصل للدياجنوزز بتاع ان انا بفكر بهايبومايليشن ديز اوردر. لو وصلت للدياجنوزز بتاع هايبومايليشن ديز اوردرز، تبدا تفتح البيبرز بتاعت الديزيز دي وتبدا تشوف ايه اللي ممكن يبقى ماشي مع الديزيز دي. انا هتكلم على ديزيزز او ذا موست كومن ديزيز في كل جروب. وزي ما قلت لكم البيبر دي موجوده، اللي حابب يرجع لها في اي وقت يبدا يقدر يرجع لها في اي وقت. وده زي ما قلت لكم هي المحاضرة ازاي نقدر نوصل لدياجنوزس او نوصل للمجموعة دي، ومن ضمن المجموعة دي ابدأ ادور على الديزيزز. طيب البليزياس مارس بخرز ديزيز هو اشهر الهايبومايليشن ديز اوردرز، وبيبقى فيهم ابنورمال فورميشن بروتيوليبيدز بروتين. مش مهم ابدا ان احنا نعرف ايه الديفكت او ايه الانزيم اللي ناقص خالص، مش مهم. المهم ده اشهر الهايبومايليشن ديز اوردرز. بيبقى العيانين زي ما اتفقنا بيبقى عنده ديفلوبمنتال ديلي، وكمان بيبقى عنده حركه مشهوره بهيد تيتيوبيشن، وهو ابنورمال موفمنت اوف ذا هيد. واللي يقدر يفتح اي فيديو على اليوتيوب يقدر يشوف الهيد تيتيوبيشن، ودي مشهوره مع البليزياس مارس بخر ديزيز. ده اكس لينكد ريسيسيف ديز اوردر، وزي اي اكس لينكد ريسيسيف ديز اوردرز لازم يبقى اكسكلوسيفلي ان ميل. ده الكلاسيك فورم بتاعه زي ما احنا عارفين، دايما بيجي بيبقى اكتر حاجة بيبقى موجود في الانفانسي. البليزياس مارس بخرس زي ما اتفقنا هو اشهر الهايبومايليشن ديز اوردرز، وزي ما قلت لكم بلاقي في ديفيوز مايلد او مودريت انكريز ان ذا تي 2 سيجنال اوف ذا وايت ماتر ذات از بايلاترال وسيمتريكال وكونفلوينت زي ما احنا شايفين. وتيجي تبص عليها في التي 1 هتلاقيها لا اما تكون انترميديت او في حاجات هاي سيجنال في التي 1، يعني اما تكون نورمال او بالكاد انترميديت، وبالتالي ده معناه هايبومايليشن ديز اوردرز. زي ما قلت لكم ده اشهر الهايبومايليشن ديز اوردرز. زي ما قلت لكم الديزيزز الثانيه بتبدا معاها حاجات ثانيه تقدر تفرقها، بيبقى غالبا كلينيكال دايجنوزس زي افرق ما بينها وبين الاذرز، بس اشهرهم الهايبومايليشن ديز اوردرز اللي هو البيلزياس مارس بخر. خلي بالكم الكلينيكال بتاع العيان ده بيبقى زي ما قلت لكم الهيت تيوبيشن، دي حاجه مشهوره مع البليزياس مارس بخر. قبل سن سنتين زي ما قلت لكم، تعال نشوف مثلا ده ولد عنده 2 مانث خلاص شهرين، هنلاقي ان المفروض ان البوستيرور لمب بتاع الانترنال كابسول يبقى برايت سيجنال في تي 1، هنا نلاقيه ويبقى له سيجنال في تي 2، هنلاقي ان هنا هاي سيجنال في تي 2 وانترميديت سيجنال في تي 1، يبقى ده ابنورمال، يبقى ده ديليد زي ما قلنا ديليد مايلينيشن. بس رجاء قلت لكم اعمل للعيان ده فولو اب بعد 6 شهور وشوف المنظر ده، هل حصل السيجنال دي زادت ولا لا. لو فضلت زي ما هي يبقى ده هايبو مايلينيشن ديز اوردرز. طيب ده كانت الاول disorders اللي هم الهايبومايليشن disorders. نخش على الديسمايليشن disorders اللي فيهم السيجنال بتبقى higher جدا في ال T2 وبتبقى lower في T1، بتبقى low في T1 في ال integration T gray matter، وبتبقى high جدا في T2 اللي هم الديسمايليشن disorders. الحقيقة الديسمايليشن disorders بيقسموهم الى 3 جروب. اول جروب هو بيبقى فيه الابنورماليتي involving the subcortical U-shaped fiber، اللي هي بتبقى في زي ما احنا عارفين ان في يو شيبد فايبرز بتوصل الكورتكس بي دي بالكورتكس دي. دي واحده من الاسوسيشنز فايبرز اللي بتبقى موجوده في البرينز. بيبقى فيها زي ما قلت لكم الانفولفمنت، تلاقي ان الوايت ماتر ابنورمالتي واصله لغايه السب كورتكس الاريا اللي تحت الكورتكس مباشره، وده اول جروب من الديسمايليشن ديز اوردرز. ثاني جروب من الديسمايليشن ديز اوردرز وهو العكس بقى، ان السب كورتيكال جري ماتر سب كورتيكال وايت ماتر از بريزرفد، نلاقي الحته اللي تحت الكورتكس مباشره از بريزرفد ما فيهاش السيجنال ابنورماليتي اللي هي البايلاترال والسيمتريكال والكونفلوينت، دي هلاقيها واخده السنترال ومش واخده السب كورتيكال وايت ماتر. ودي زي ما قلت لكم سنترال وايت ماتر ديزيزز بريدومينانت، ودول بيبقوا معاهم ديزيز بيبقى معاهم برين ستيم ابنورماليتي وما بيبقاش معاهم برين ستيم ابنورماليتي.
بس في الاغلب زي ما قلت لكم هي عباره عن ده ابنورمالتي بتبقى واخده السنترال وايت ماتر وما فيش افكشن للسب كورتيكال وايت ماتر. تالت حاجه يا جماعه وهو الكومباينيشن ما بين الوايت ماتر والجري ماتر، تلاقي في سيجنال ابنورمالتي في الوايت ماتر وات ايفر اتس سيجنال ايه، واخده السنترال بس، واخده السب كورتيكال بس، واخده الاثنين ايا كان. مهم في وايت سيجنال ابنورمالتي، وايت ماتر سيجنال ابنورمالتي، ومعاهم جري ماتر ابنورمالتي. جري ماتر يعني ايه؟ يعني بقصد بيزل جانجليا ثالاموس، فده اللي اقصد بيه جري ماتر ابنورمالتي. يبقى ده تالت جروب. وبالتالي يا جماعه انا لو قابلت ديسماينيشن ديس اوردرز مهم ان انا ابص على ايه؟ مهم ان انا وصلت ان انا قدرت اشخص ديسماينيشن ديس اوردر. عرفت ازاي؟ لقيت ان في بايلاترال وسيمتريكال كونفلوينت اريا موجوده في البرين. طيب ده اول حاجه. السيجنال دي يا جماعه عباره عن اكسسيف هاي او ابنورمالي فيري برايت ان تي 2 ولو سيجنال ان تي 1، يبقى ده ديسماينيشن ديز اوردر. طيب ابدا اشوف الابنورماليتي في الوايت ماتر دي واخده السب كورتيكال وايت ماتر ولا مش واخده السب كورتيكال وايت ماتر. لو واخده السب كورتيكال وايت ماتر خلاص يبقى ده تبع الجروب ده. طب لو مش واخده السب كورتيكال وايت ماتر يبقى ده تبع الجروب ده، سواء دي او دي ومعاهم جري وايت جري ماتر ابنورمالتي يبقى تبع الجروب الاخير اللي هو الكومباينيشن اوف ذا وايت اند جري ماتر. يعني زي ما قلت لكم لو وصلت للديسماينيشن بص على جري ماتر، لو انفولفمنت للجري ماتر يبقى ذيس از تبع الجروب ده، لو مفيش انفولفمنت للجري ماتر يبقى حاجه من الاثنين، لا اما واصله للسب كورتيكال يبقى تبع الجروب ده، لا اما جاست سنترال زي ما قلت لكم ومش واصله للسب كورتيكال اريا يبقى تبع الجروب ده من الديزيز. كل جروب من دول يا جماعه تحتيهم يشمل عدد كتير من الامراض وعدد كتير من الديز اوردرز. وزي ما قلت لكم انا بتكلم على الموست كومن ديز اوردرز والبيبر موجوده، ونقدر مع الكلينيكال داتا نقدر نشوف او اقدر ادور ايه اللي ماشي مع ده وايه اللي مش ماشي مع ده. قلت لكم الكلينيكال داتا المهمه اللي احنا لازم نسال عليها، من ضمنها الهيد سيركمفرنس، ده من اهم الكلينيكال داتا. طيب اول مجموعه في المجموعه بتاعه الديسمايليشن وهي الابنورماليتي في الوايت ماتر واصله للسب كورتيكال وايت ماتر ومعهاش جري ماتر ابنورماليتي، يبقى دي الجروب الاولانيه اللي هي سب كورتيكال بريدومينانت سيجنال ابنورماليتي. طيب دوت يشمل ايه يا جماعه؟ السب كورتيكال بريدومينانت وايت ماتر سيجنال ابنورماليتي يشمل الديزيز دولت، اشهر اثنين ديزيز هنتكلم عليهم اللي هو ميجالينكفاليك لوكو انكفاليبثي والسب كورتيكال سيست والايكاردي جوتيير سيندروم او اللي هو بيسموه سودو تورش. اول واحد اللي هو ميجالينكفاليك لوكو انكفاليبثي وذ سب كورتيكال سيست، وكان ليه اسم مشهور بيه زمان وناس كتيره بتحبه في الشفوي اللي هو اسمه فاندر ناب ديزيز. الحقيقه ده اوتوزومال ريسيسيف ديز اوردرز، ومعظم الانهيرتد وايت ماتر الحمد لله اوتوزومال ريسيسيف، يعني محتاجين يبقى 2 جينز على 2 كروموزوم عشان يقدر يعني يبقى العيان ده هوموزايجس عنده على الاثنين على ابنورماليتي في الجينز على 2 كروموزوم عشان يقدر يبان الايه الديز ده. طيب بيبقى في مشكله في الترانس ممبرين بروتين اللي بيبقى موجود على السيل ممبرين المسؤول عن السيلولر ووتر بالانس، وبالتالي بيحدث ابنورمال انتو ذا ووتر بالانس فبينتج عنه سويلنج اوف ذا برين. وبالتالي الولد ده دايما بيجي بحاجه مشهوره جدا، ان في السن الاول غالبا قبل سن سنه بيبقى العيان ده عنده ماكروكيفالي، وبالتالي الماكروكيفالي تلاقي الولد ده من ضمن ديز اوردرز اللي بيبقى فيهم الهيد سيركمفرنس كبير، وسبب في ده هو السويلنج اوف برين نتيجه لخلل السيلولر ووتر بالانس نتيجه لابنورمالتي ان ذا ترانس ممبرين بروتين. طيب فالعيان ده بيبقى عنده الهيد سيركمفرنس بتاعه كبير، وزي ما قلت لكم بيبقى اقل من سن سنه، بيبقى بيفور سن سنه. كمان في حاجه مميزه جدا في الكلينيكال، انك تلاقي ديفلوبمنتال ديورنج ديفلوبمنتال ديلي ان ذا ديورنج فيرست او ديفلوبمنت بتاع المايلستونز بتاعه في الفيرست يير اوف النورمال، يعني اول سنه تلاقي ولد ده طبيعي، برغم ان العيان ده لو عملت له الام ار اي هنلاقي ان السيجنال ابنورمالتي از فيري اكستنسيف والايمجينج از فيري ابنورمال. وبالتالي يا جماعه العيان ده بيتشخص بحاجتين، الهيد سيركمفرنس بيبقى كبير في العيان بتاع الفاندر ناب، الهيد سيركمفرنس العيان ده بيبقى عنده ماكروكيفالي ودي حاجه مهمه. تاني حاجه ان الديفلوبمنت بتاع الولد ده عاده بيبقى نورمال اكسبايرد فيري اب نورمال ام ار اي فيتشرز. طيب
الميجا لينك فارق او الفاندر نب بشخصه ازاي؟ بلاقي زي ما قلت ديفيوز وايت ماتر ابنورمالتي انفولفينج ذا سب كورتيكال وايت ماتر، زي ما قلت لكم ان ده من ضمن الديزيز اللي بتنفولف سب كورتيكال وايت ماتر، معاها حاجه مميزه جدا اللي هي السب كورتيكال سيست ان اماكروكيفاليك انفانت، دي حاجه مهمه جدا في الفاندر نب انك تلاقوا يا جماعه مع الابنورمالتي اللي احنا اتفقنا عليها في سب كورتيكال سيست موجوده. السب كورتيكال سيست دي حاجه مميزه جدا للميجا لينكفاليك، خصوصا زي ما قلت لكم لو لقيت معاه الايه الديفيوز وايت ماتر ابنورمالتي الانفولفنج السب كورتيكال وايت ماتر ان اماكروكيفاليك انفانت يو شود ديسكرايب از ان فاندر ناب ديزيز. ده السب كورتيكال سيست. السب كورتيكال سيست المميز بيها الميجا لينكفالي بتبدا في التمبرال لوب، وده اشهر مكان الانتيرو تمبرال بول، وده اشهر مكان بتتشاف فيه السب كورتيكال سيست بتاعه الفاندر ناب، ولكن ممكن تتشاف في الفرونتال او البرايتال اي مكان في الايه البرين. زي ما قلت لكم السيستات دي مع وجود السب كورتيكال بريدومينانت وايت ماتر ابنورماليتي ان اماكروكيفاليك انفانت يو شود ديسكرايب از ا فاندر ناب ديزيز. بيبدا يبقى في كمان من ضمن الحاجات اللي بيبقى فيها سيريبيلر وايت ماتر ابنورماليتي بدري جدا الايه الفاندر ناب، ممكن تلاقي فيه ابنورمال سيجنال ان ذا سيريبيلر وايت ان ذا سيريبيلر وايت ماتر. طيب تاني ديزيز تبع الجروب دي اللي هو ايكاردي جوتيير سيندروم، والايكاردي جوتيير سيندروم او الاسم اللي انا بحبه جدا وهو سودو تورش، وسمي بذلك بسبب اسباب كبيره ان هو شبه جدا التورش او الكونجنتال انفكشن. هو بيبقى في جينيتك ميوتيشن او جينيتك ابنورمالتي بتريجر سيلولر ايميولوجيكال ريسبونس سيميلر تو كونجنتال انفكشن، بيبقى شبه الكونجنتال انفكشن او شبه التورش، مش بس في الميكانيزم بتاعته حتى في الكلينيكال بتاعه. العيان ده بيبقى عنده بور فيدنج وايريتابيليتي مع مايكروكيفالي، حجم الراس بتاع الولد ده بيبقى صغير زي بتوع سودو تورش، والعيان ده بيبقى عنده ممكن يبقى عنده ستيرايل بايركسيا يعني عنده فيفر. فكل سيمبتومز دي في ولد صغير بتبقى مانيفيستيشن مشهوره للتورش ديزيز، وبالتالي الكلينيكال بتاعه شبه جدا التورش. حتى اللابوراتوري بتاعه لما تيجي تعمل سي سيف سامبلنج تلاقي الماركرز بتاعه اللوكوسايتوزس والانترفيرون والنيو بروتين، حاجات بتاعه الماركرز اللي بتعلى فيه الانفكشن بتبقى موجوده برضو في العيانين دولت، وبالتالي بيبقى الكلينيكال بتاعه واللابوراتوري بتاعه بيبقى سيميلر للايه تورش، عشان كده بيسموه سودو تورش ديزيزز. الحقيقه لما تيجي نعمل بقى للعيانين دولت تورش سكرين بيبقوا نيجاتيف، وبالتالي دي الحالات اللي بدنا نبدا نشك فيها ان العيان ده عنده سودو تورش او ايكاردي كونتير سندروم. لما تلاقي عيان سسبكتد ان هو يكون عنده تورش بس السكرين بتاعه از نيجاتيف، لازم تحط البوسيبيليتي بتاعت او تسسبكت سودو تورش. بتشخصه ازاي السودو تورش ده؟ زي ما قلت لكم الشبه ما بيقتصرش بس على الكلينيكال داتا، ده كمان بيشمل الايمجينج فايندنج. بلاقي فيه وايت ماتر ابنورماليتي واصله للسب كورتيكال ومعاها يا جماعه بارينكيمال كالسيفيكيشن، تلاقي فيه بارينكيمال كالسيفيكيشن موجوده. وبالتالي اللي يفتكر التورش وازاي بقدر اشخص التورش، انك بتلاقي دايما عيان عنده بيري فنتريكولار كالسيفيكيشن في ولد صغير، قلت لازم تحط التورش، وبالتالي الايمجينج هنا سيميلر تو ذا ايمجينج اوف ذا تورش. ازاي اقدر افرق ما بين الاثنين؟ زي ما قلت لكم بروبر كلينيكال سيتنج ان العيان ده التورش سكرين بتاعه از نيجاتيف خلاص، فده اللي يخليني افكر في الايكاردي جوتيير سندروم. البارينكيمال كالسيفيكيشن ممكن تبقى موجوده في اي حته، ولكن دايما بتبدا في البيوتامينا، ودي حاجه مشهوره للايكاردي جوتيير سندروم. البيوتامينا بتبقى موجوده اشهر حاجه مكان بيبدا فيه الكالسيفيكيشن في السودو تورش، وبس ممكن تاخد كل حاجه البيري فنتريكولار دنتيت نيوكلياي ثلاماي اي منطقه، ولكن البيوتامينا دايما بتبدا فيها الايه تبدا فيها الكالسيفيكيشن او بارينكيمال كالسيفيكيشن. العيانين دول بيبقوا عندهم مع الوقت بيبدا يحصل
اتروفي. وزي ما شايفين ان كمان الوايت ماتر ابنورماليتي بتاعت السو تورش بتحب شويه زي الفرونتال بريدومينانس، بيبقى ليها الفرونتال لوب اكتر من البرايتال او الاوكسيبيتال، فدايما بيبقى الاكستنسيف ابنورماليتي بتبقى موجوده في الفرونتال لوب مع وجود زي ما قلت لكم الاتروفي اللي بيبقى بيحصل له بروجريسيف اتروفي للعيانين دولت، وده يمكن المسؤول عن ان يحصل سام سورت اوف مايكروكيفالي للعيانين دولت اللي بيتشافوا في معظم العيانين اللي عندهم سودو تورش. طيب ده كانت اول مجموعه اللي هي بتشمل السب كورتيكال بريدومينانت سيجنال ابنورمالتي. المجموعه الثانيه اللي هم عباره عن السنترال وايت ماتر سيجنال ابنورمالتي اللي ما بيبقاش فيها افكشن للسب كورتيكال وايت ماتر وما بيبقاش معاها بيزال جانجليا او جري ماتر ابنورمالتي اللي هي بيسموها سنترال وايت ماتر ابنورمالتي، ممكن تلاقي فيها برين ستيم او مفيش برين ستيم ابنورمالتي زي ما هنتكلم كمان شويه. طيب المجموعه دي تشمل ديزيز كتيره جدا زي ما احنا شايفين، احنا هنتكلم على اشهر اثنين وهو الاكس لينكد ادرينال لوكودستروفي والميتاكروماتيك لوكودستروفي. نبدا بالميتاكروماتيك لوكودستروفي، والميتاكروماتيك الاسم من اسمه كده ميتاكروماتيك ليه؟ لان الديزيز ده بينتج عن نقص في انزيم بينتج عنه زياده في جرانيول اسمها سلفتايد جرانيول. السلفتايد جرانيول دي لما بتزيد لما تيجي تصبغها تحت الميكروسكوب بتلاقيها بتاخد ديفرنت كلر عن بقيه الايه عن بقيه الاستراكشرز، عشان كده بيسموها ميتا كروماتيك، عشان كده ده الاسم الجي منها نظرا لوجود السلفتايد السلفتايد جرانيول. السلفتايد جرانيول دي كمان مسؤوله عن المايلينيشن او لما بيحصل لها اكيوميليشن بتبقى تعمل ديستربشن للمايلينيشن في السنترال نيرفس سيستم وكمان في البريفر نيرفس سيستم زي ما نتكلم كمان شويه. طيب العيانين دول بيبقى عندهم ايه؟ زي العادي عباره عن delayed in the milestone سواء كانت الموتور او سواء حتى الكوجنيتيف الفانكشن، وبيبقى معاهم حاجه مميزه وهي ان الماكيولا بتبقى شير ريد ماكيولا، والسبب في ده برضو نتيجه ل الديبوزيشن اوف ذا سلفتايد جرانيول ان ذا ماكيولا. الماكيولا دي بمنطقه في الريتنا ونقدر نشوفها بالاوفثالموسكوبيك اكزامينشن، تلاقي الماكيولا دي شير ريد ودي مشهوره مع الميتاكروماتيك وعرفنا السبب هو برضو لديبوزيشن اوف ذا سلفتايد جرانيول. طيب العيانين دولت بيبقى غالبا ان ذا سكند يير سن كبير شويه اللي هو بيسموه ليت انفانتايل، بيبقى في سن شويه السكند يير اوف لايف، ده الاغلب البريديسبوزيشن او الـ او الـ او الجروب اللي بتبقى بيحصل لها فيكشن في الميتاكروماتيك لوكو ديستروفي. طيب بشخصها ازاي؟ زي ما اتفقنا ان انا بلاقي فيه سنترال وايت ماتر ابنورمالتي فيهم السيجنال الاكستنسيف جدا اللي احنا اتفقنا عليها بتاعت اللوكودستروفي بس انفولفمنت للسنتر وذ بريزيرف او سبيرنج اوف ذا سب كورتيكال وايت ماتر، وكمان العيان ده بيبقى معاه حاجه مميزه وهي عباره عن الدوتس دوت اللي هو بيسموها تيجرويد باترنز، الدوتس او اللينير ابييرنس، في لينير ستراندز كده ممتده من الفنتركل رايحه لبره شايفين الخطوط دي او الدوتس ده اللي هو بيسموه تيجرويد باترن، ودي تمثل الماينين اللي يعتبر ريلاتيفلي ريلاتيفلي سبيرد. التيجرويد باترن ده الحقيقه اللي هو النقط دي او اللينير باترن اللي ممتد من الفنتركل للسب كورتيكال كاركترستيك للميتاكروماتيك، ولكنه يا جماعه مش باثوجنومونيك لان مذكور ان هو بيتشاف في حاجات ثانيه، وبالتالي انا دايما لما بلاقي في الليكودستروفي اللي سنترال بريدومينانت ابنورماليتي فيهم التيجرويد باترن ده لازم احط الديفرنشال دايجنوز بتاع او احط الميتاكروماتيك لوكودستروفي ان ذا ديفرنشال دايجنوز. الحاجه الاكيده او الباثوجنومونيك لما تلاقي مع الوايت ماتر سيجنال ابنورمالتي كرينيال نيرف انهانسمنت او كودا ايكواينا نيرف انهانسمنت، ده من ضمن الحاجات الباثوجنومونيك للميتاكروماتيك لوكودستروفي، وبيقولوا من ضمن الحاجات فعلا اللي هي اقوى بكتير من التيجرويد باترن، لان زي ما قلت لكم التيجرويد ممكن يتشاف في حاجات ثانيه بس الانهانسمنت بتاع الكرينيال نيرفز والبريفرال كودا ايكواينا نيرف برضو من ضمن الحاجات المهمه جدا في الميتاكروماتيك. وبالتالي ده هنا قاعده تقول الاتي ان انا اي عيان سسبكتد ان انا
عنده لوكو ديستروفي افضل ان انا احقنه صبغه، لان الانهانسمنت ده حاجه مهمه، ولان في بعض اللوكو ديستروفي بياخد انهانسمنت والبعض دولت مميزين، وبالتالي انا اقدر لما الاقي انهانسنج لوكو ديستروفي اللي هم القليلين اقدر اوصل او اناره جدا الديفرنشال دايجنوز، لان هم مش كتير هم قليلين، وبالتالي يساعدني جدا في الوصول للدايجنوز. طيب تاني ديزيز في الجروب ده اللي هو عباره عن الاكس لينكد ادرينالوكودستروفي، والاكس لينكد ادرينالوكودستروفي هو من اسمه اكس لينكد، فهو بالتالي اكس لينكد ديزيز، وبالتالي غالبا بيبقى بيتشاف في البويز بس، ده الكلاسيك فورم بتاعه طبعا، وبيبقى في الابنورماليتي بتبقى ليه علاقه بالاكيوميليشن للفيري لونج تشين فاتي اسيد. زي ما احنا عارفين ان الفاتي اسيدز دولت بيبقوا زي ما مهمين في تصنيع الميلين، فهم مهمين في تصنيع الادرينالز هرمونز، وبالتالي العيان ده بيبقى فيه افكشن لحاجتين مهمين، للبرين بيحصل فيه ديسمايلينيشن، والادرينال بيبقى فيها اتروفي اوف ذا جلاند، وبالتالي العيان ده تلاقي عنده ديليد مايلستونز نتيجه للابنورمالتي ان ذا مايلينيشن اوف ذا برين، وكمان عنده ادرينال انسفيشنسي، فتلاقي العيان ده عنده الحاجات بتاعه السكين برونزنج اللي هو نتيجه للادرينال سيمبتومز والساينز بتاعه الادرينال انسفيشنسي، زي السكين مانيفيستيشن بتاعه الادرينال وهكذا. وزي ما قلت لكم ده اهميه الكلينيكال داتا بتاع العيان، ولازم زي ما قلت لكم ناخد كلينيكال داتا كويس، او الدكتور اللي باعت يبقى باعت كلينيكال داتا كويس عشان نقدر يساعدنا كتير جدا في الدايجنوز. العيان ده زي ما قلت لكم اكس لينك، فبالتالي بيتشاف في البويز وغالبا في سن كبير شويه من 5 ل 10 سنوات. خلاص في نوع من انواعه الفاريانت من الاكس لينك اللي هو بيسموه اي ام ان. الاي ام ان ده هو عباره عن فاريانت، بيبقى حوالي 25% منه بيبقى ليه انفولفمنت اوف السباينال كورد اكتر منه بكتير بالبرين، وبالتالي العيان ده بيبقى عنده بارابريسز وسفنكتر ديستربنس وسنسوري تشينجز، يعني بريفرال نيرف اكتر من الايه من سنترا، فدايما بتلاقي العيان ده عنده سفنكتر ديستربنس او بارابريسز او سنسوري تشينجز نتيجه للافكشن للبريفرال نيرف اكتر من الايه من الموتور والسنترال برين ابنورماليتي. خلاص النوع ده يا جماعه مش شرط بقى يبقى موجود في البويز، ممكن يتشاف في الجيرلز كمان. خلاص طيب الدايجنوستيك لو للاكس لينك ادرون لوكو ديستروفي انك بتلاقي بيري ترايجونال، يعني حوالين ترايجون اوف ذا لاتر فينتركل، وايت ماتر ابنورماليتي، سبيرنج اوف ذا سب كورتيكال زي ما قلتوا سنترال وسبيرنج اوف ذا سب كورتيكال وايت ماتر، فده كاركترستيك جدا للاكس لينكد ادرينال لوكودستروفي. بعد الصبغه بلاقي المارجن بتاع الاكس لينكد ده بيحصل له انهانسمنت، الاقي المارجن واخد انهانسمنت، زي ما قلت لكم ده حاجه مميزه جدا، لان مش كل الايه مش كل ادرينال لوكودستروفي بتاخد صبغه. الديزيز ده مشهور جدا بيه كده، انك تلاقي فيه بيريترايجونال بايلاترال سيمتريكال بيريترايجونال ابنورمال سيجنال، واخدين انهانسمنت مارجنال انهانسمنت فيري كاركترستيك جدا للاكس لينكد ادرينال لوكودستروفي. طيب الوايت ماتر سيجنال ابنورماليتي بيريترايجونال بتبقى واخده كمان السبلينيوم اوف ذا كوربس كلوزم، بتبقى واخده الفورنيسيزس، بتبقى واخده الاوديتوري والفيجوال التراكتس، زي ما احنا شايفين ده التراك بتاع الاوبتيك راديشن ده الفيجوال، وده واحد من الاوديتوري راديشنز بتاعتنا. خلاص فدولت الافكشن بتاع الفيجوال والاوديتوري ارياز بتبقى انفولفد ان ذا اكس لينك ادرينالوكو ديستروفي، بس المميز خالص يا جماعه هو البيري ترايجونال سيجنال اوف ابنورماليتي اللي موجوده مع الانهانسمنت في المارجنال انهانسمنت اللي بيبقى موجود. طيب الادرينو مايلو نيوروباثي اللي هو الاي ام ان اللي احنا اتكلمنا عليه ده، بيبقى لو بيبقى واخد البريفر اكتر من السنترال، بيبقى البرين تقريبا نورمال، الافكشن اكتر في السيربيلم والبرين ستيم. خلاص ولكن زي ما قلت لكم الدايجنوز بتاعه بيبقى صعب جدا والوصول اليه. طيب اخر مجموعه وهي الكومباينيشن اوف وايت اند جراي ماتر ابنورماليتي، في عيان عنده لوكودستروفي ديسمايلينيشن ديز اوردر بس معاها ايه يا جماعه؟ معاها جراي ماتر ابنورماليتي. المجموعه دي تشمل برضو مجموعه جروبز كتيره، ولكن اشهرهم الاتي:
كنفان والكسندر وكريبي ديزيز ومابل سيرب يورو ديزيز وجلوتاليك اسيدوريا تايب 1. خلاص طيب اول واحد احنا قربنا نخلص، معلش محاضره طويله بس هي كده. اول حاجه وهو الكنفان ديزيز. الكنفان ديزيز يا جماعه هو اوتوزومال ريسيسيف ديز اوردرز، بينتج عنه نقص في انزيم يؤدي الى اكيوميليشن اوف ذا ان اي اي اللي هو ان استايل اسبارتيت. وكلنا عارفين الام ار اس ان الان استايل اسبارتيت ده واحد من الكومبوننت بتاع المايلين المهم، وبالتالي يا جماعه بينتج عنه ابنوماتي ان ذا مايلين، فالعيان ده يبدا يشتكي من delayed milestones. والحقيقة الموضوع ده بيحصل بدري جدا في سن 4 شهور، وبيبقى الميلينيشن ده extensive جدا لدرجة ان العيان بيبقى عنده hypotonia extensive hypotonia، بتبقى مميزة جدا في السن ده بالليد لاج، او انك تيجي تمسك الولد كده تلاقي ان هو واخد المنظر ده خلاص اللي هو اليو شيب ده منظر مشهور جدا بالهايبوتينيا في السن ده. والسبب في ده زي ما قلت لكم ان الان اي اي ده كومبوننت مسؤول جدا او مهم جدا للمايلينيشن في الايه المايلينيشن في البرين. كمان يا جماعه الان اي اي ده من ضمن الكومبوننت اللي لو موليكولار ويت، الموليكولار ويت بتاعها قليل جدا، وبالتالي يزود الاوسموتيك بريشر، وبالتالي يعمل سويلنج للبرين سيلز، وبالتالي يؤدي الى ماكرو كيفالي، وبالتالي دي من ضمن الديز اوردرز اللي فيهم الهيد سيركمفرنس بتاعهم بيبقى كبير. خلاص طيب ازاي اقدر اشخص الكنفان؟ اقدر اشخص الكنفان ان انا الاقي في وايت ماتر سيجنال ابنورماليتي معاها جلوبس باليداي اند ثالاميك اي ابنورماليتي، الاقي جلوبس باليدس والثالامس فيهم ابنورمال سيجنال. احنا اتفقنا ان الابنورماليتي دي هلاقي معاها جراي ماتر ابنورماليتي، في العيانين دولت بيبقى الجلوبس باليدس والثالامس بيبقى اكتر حاجه انفولفد، جلوبس باليدس اكتر حتى من الثالامس، بس الجلوبس باليدس دي حاجه مهمه جدا جدا في الكنفان. يبقى الكنفان وايت ماتر سيجنال ابنورماليتي معاها جلوبس باليداي افكشن خلاص، زائد او الثلاماي بيبقى فريكوينتلي، ولكن الجلوبس باليدس غالبا بيبقى انفولفد، والبيوتامين بيبقى غالبا سبيرد، بياخد الجلوبس باليدس والبيوتامين بتبقى ايه بتبقى سبيرد. العين دول بيبقى عندهم ديفيوجن ريستريكشن، فتلاقي المناطق اللي فيها جلوبس باليدس فيها ديفيوجن ريستريكشن، وفيها وايت ماتر ابنورمال فيها ديفيوجن ريستريكشن. والسبب في ده زي ما قلت لكم ان العين دول عندهم الميه جوه السيلز ما بتخرجش لان الاسموزس بتبقى عالي، وبالتالي بيحصل فيها سايت توكسيك ايديما، فبالتالي ات از بان كانها فيها ديفيوجن ريستريكشن. لو عملنا ام ار اس في الاماكن اللي فيها ده طبعا ان اي اي بيبقى شوتينج، ودي من ضمن الحاجات المميزه للكنفان. طبعا الام ار اس ليه دور كويس في الانهيرتد وايت ماتر ديزيز، وزي ما هوريكم في اخر السلايد ايه هي الحاجات، موضوع كبير قوي يعني، ايه هي الجدول برضو اللي فيه الاليفيشن لسيرتن ميتابولايتس، هنتكلم عليها في اخر سلايد ان شاء الله. طيب تاني واحد وهو الالكسندر ديزيز. والالكسندر ديزيز هو عباره عن اوتوزومال دومينانت ديز اوردرز، ولكنه اتس اكستريملي رير الحقيقه ديز اوردرز، بيتميز فيها ب وود انكلوجن بودي بيسموهم ريزن ثان فايبرز، بتبقى فايبرز كده موجوده جوه البرين ناتجه من ديستراكشن اوف ذا مايلين. العينين بتوع الالكسندر دول بيبقى معاهم مميز جدا برضو انه بيبقى معاهم ماكروكيفالي، وبيبقى غالبا في اول سنتين بتلاقي العيان ده عنده ماكروكيفالي، طبعا زائد الديليد المايلستونز اللي احنا اتكلمنا عليهم، وده من ضمن الحاجات اللي بيبقى فيهم الديز اللي بيبقى فيهم ماكرو ايه ماكروكيفالي. المميز فيهم انك تلاقي في الوايت ماتر سيجنال ابنورماليتي باخده الفرونتال بريدومينانت، بيبقى فيها فرونتال بريدومينانس خلاص، ومعاهم يا جماعه البيزل او الجري ماتر ابنورماليتي بتبقى واخده الهيد اوف كوديت والانتيرو اسبكت بتاعه البيوتامين اقل بكتير من الايه الجلوبس باراداي والثالاماي خلاص.
هو باختصار يا جماعه هو وايد سيجنال ابنورماليتي ماشي، ليها فرونتال بريدومينانس دايما بتبقى واخده الفرونتال لوب، البرايتر والاكسيبيتر بيبقوا سبيرد، ومعاهم بيزا جانجليا سيجنال ابنورماليتي. بيزا جانجليا سيجنال ابنورماليتي مختلفه عن كنفان، ان بيبقى فيهم البيوتامين والانتيور هيد بتاعه الكوديت بيبقى، او الهيد بتاعه الكوديت الانتيور بارت بتاع البيزا جانجليا يعني بيبقى انفولفد اكتر بكتير جدا من الجلوبس باليدس والثلاماي، على عكس الايه، على عكس كنفان اللي بيبقى فيهم الجلوبس باليدس بتبقى افكتد والبيوتامين بتبقى ايه، بتبقى سبيرد. فهنا الجلوبس باليداي اند ثلاماي ار ليس كومنلي افكتد، انما هنا البيوتامينا والهيد اللي هم الانتير بورشن بتاع البيزا الجانجليا هو بيحب اي حته قدام، فهو بياخد الانتيريور او فرونتال لوب، وكمان بياخد الانتيريور اسبيكت بتاع البيزل ايه، الانتيريور اسبيكت بتاع البيزل جانجليا. كمان في حاجه مهمه ومشهوره جدا في الالكسندر ديزيز، وهو ان في بريفنتريكولار ريم اوف هاي سيجنال في تي 1، تلاقي حوالين الفنتريكل سيجنال ريم اوف هاي سيجنال اوف هاي سيجنال في تي 1 ولو سيجنال في تي 2. الريم الهاي جدا وبالذات في الفرونتال هورن ده بيسموه بريفنتريكولار جارلاند ساين، وزي ما قلت لكم دي من ضمن الحاجات المشهوره جدا للايه، الالكسندر ديزيز. الحاجات دي ممكن تاخد صبغه، ودي من ضمن الانهانسمنت او الانهانسنج لوكودستروفي، انك تلاقي بيريفنتريكولار انهانسمنت بالذات حوالين البيريفنتريكولار اريا. الحاجات اللي كانت هاي سيجنال تاخد سيجنال هاي في هاي سيجنال في تي 1 بتاخد صبغه بعد الصبغه، حتى في منظر مميز للانهانسمنت بتاعها اللي حوالين الفرونتال هورد بيبقى شبه الاير رابت، بس ما علينا، المهم السيجنال دي بتاخد صبغه خلاص. هنا بيقولوا العين دوت الفورنسيز بيبقوا واخدين صبغه، البيزا جانجليا بتبقى واخده صبغه. فمن ضمن الحاجات اللي بيبقى فيها من ضمن الانهانسنج لوكودستروفي الالكسندر ديزيز، بيبقى معاها برين ستيم ابنورماليتي. بيبقى من ضمن الحاجات اللي بيبقى معاها برين ستيم ابنورماليتي السيربيلم ابنورماليتي، وبرده الحاجات دي بتاخد ايه انهانسمنت زي ما قلت لكم، ده من ضمن الانهانسنج لوكودستروفي. طيب تالت ديزيز اللي هو كريبي ديزيز او جلوبويد سيل لوكودستروفي. وجلوبويد ليه يا جماعه؟ لان الانزيم الديفيشنسي بتاعته بينتج عنه توكسيك ميتابولايت. توكسيك ميتابولايت دي بتبدا تدمر الميلين وينتج عنها جاينت مالتي لوكيتد جاينت سيل اللي بيسموها جلوبويد سيل، عشان كده بيسموه جلوبويد سيل اللي هي السيلز دي اللي هي مالتي لوكيتد مالتي نيوكليتد سيل بيسموها جلوبويد سيلز. والحقيقه الكريبي ديزيز ده التوكسيك ابنورماليتي او التوكسيك ميتابولايت اللي بتنتج بتؤدي الى كلينيكال ساينز وسيمبتومز مشهوره جدا، وهو اشهرهم وهو الاريتابيليتي. حقيقه العيان ده بيجي في سن صغير شويه من 3 ل 6 شهور وبيبقى فيري اريتابل تشايلد. العيان ده دايما تفكر فيه لو لقيت think of crepe disease when dealing with a hyper irritable infant في سن 3 الى 6 شهور. بيمر بمراحل اولهم الirritability وزي ما قلت لكم دي او اهمهم، واخرهم الvegetative state. العيان بيبقى awake بس مش awareness باي حاجه حواليه خلاص. فده اللي هو الكريبي ديزيز. الكريبي ديزيز مشهور او اقدر اشخصه بان انا دايما بلاقي في الريتابل انفنت بلاقي في هايبر دنس ثلاماي. خلي بالكم ده من الحاجات اللي ممكن تتشخص بيه السي تي احسن من الام ار اي، انك بتلاقي الثلاماي از ريليتيفلي هايبر دنس. يبقى هايبر دنس ان ثلاماي ان اريتابل انفنت لازم تحط البوسيبيليتي بتاعت كريبي ديزيز او جلوبويد سيل لوكودستروفي. الحقيقه بيقولوا الهايبر دنس دي ممكن تكون فينت كالسيفيكيشن او ممكن تكون حاجه ثانيه مش عارفين سببها، ولكن هم بيبقى المنظر بتاعهم بيبقى هايبر دنس. وكمان الموضوع ده مش مقتصر على الثلاماس، ده ممكن يبقى في اذر نيوكلياي زي البيزا جانجليا او الدنتيك ممكن تلاقيهم شويه ريتيفلي هايبر دنس. في الام ار اي بتلاقي الثلاماي الهايبر دنس دولت هاي او برايت سيجنال في تي 1 ولو سيجنال في تي 2. والمنظر ده يا جماعه مش منظر في سن 3 6 شهور، ما بيبقوش كده خالص. الثلاماس ما بيبقاش لو سيجنال بالمنظر ده ولا هاي سيجنال في تي 1 بالمنظر
ده، وده يشككك مع وجود طبعا الوايت سيجنال وايت ماتر سيجنال ابنورماليتي في الريتبل تشايلد، لازم تحط البوسيبيليتي بتاعت الايه الكريبي ديزيز. وايت سيجنال ماتر ابنورماليتي دايما بتبقى احسن في الام ار اي اكتر بكتير عن السي تي، عشان تقدر تشوفهم كويس جدا في الام ار اي عن السي تي. كمان من ضمن الحاجات المشهوره في الكريبي ديزيز وهو الابنورماليتي اوف ذا سيربيلم. حقيقه الدنتيت نيوكلياي بتبقى لو سيجنيفيتي 2، لان زي ما قلنا هي من ضمن النيوكلياي اللي بيبقى فيها بتبقى ريليتيفلي هايبر دنس في السي تي، بتبقى لو سيجنيفيتي 2، ولكن الهايلاند بتاعها اللي هو الجزء الانر بارت بتاعها بيبقى هاي سيجنيفيتي 2، والسيربيلر وايت ماتر بتبقى هاي سيجنيفيتي 2، وبتعمل زي بيبقى منظر اسمه رينج لايك ابييرنس، كان في رينج محوطه الايه محوطه الدنتيت نيوكلياي، ودي حاجه مميزه جدا في الكريبي ديزيز طبعا مع الايه مع الثلاميك ايه ابنورماليتي. ممكن نلاقي فيه كمان ابنورماليتي ان ذا كورتيكوسباينال تراكت من اول ما بدا في الكرون رادياتا والانترنال كبسول بالتجمنتا تراكت في البرين ستيم، فمن ضمن برضو الحاجات اللي مشهوره في الكريبي ديزيز وهو البرين ستيم ابنورماليتي. طيب رابع واحد وهو الميبل سيرب يورين ديزيز او الميبل سيرب يورين ديزيز. الميبل سيرب يورين ديزيز ميبل ده هو عباره عن هو زي سيرب، هو حتى بيتحط على انواع معينه من الطعام. العيانين دول بيبقوا عندهم مشكله في الانزيم، في احد الانزيم المسؤول عن الميتوكوندري الابريتس، وينتج عنه elevation للكيتو أسيدز، والكيتو أسيدز ده مهمة في الكريبس سايكلز. لما الكيتو أسيدز دي بتأكيوميليت بيبدأ تنزل في اليورين، والعيانين دولت يبقى عندهم الأودر بتاعة اليورين بتاعهم شبه الايه شبه الميبل سيرب يورين ديزيز، عشان كده بيسموه ميبل سيرب يورين ديزيز، لان اليورين بتاعهم الاودر بتاعته بتبقى شبه الميبل سيرب. ونظرا لاكيوميليشن اوف ذا كيتو اسيد، كيتو اسيد زي ما قلت لكم ده واحده من الميتوكوندريال واحده من الامينو اسيدز المهمه جدا في الكريبس سايكل، وبالتالي الكريبس سايكل المسؤولة عن انتاج الطاقة. وبالتالي العينين دولة يا جماعة بيبقى عندهم الـ الاماكن اللي محتاجة طاقة بتبقى deficient جدا. معلومة كمان مهمة ان العينين دولة بيبقوا diagnosed at the first day، يعني في اول day العيان ده بيبقى عنده symptoms in the first day، وبالتالي الولد ده بيبقى عنده poor feeding vomiting poor weight increasing lethargy من اول يوم في الميلاد، وبالتالي دي حاجة مهمة ومهمة في حتى الشكل بتاعنا. ليه يا جماعة مهمة في الايميجينج بتاعتنا؟ لان زي ما هنشوف ان الابنورماليتي في السيجنال بتبقى involvement of the white matter ومعاه بيزل جانجليا افكشن، والاماكن اللي بتبقى افكتد فعلا هي الاماكن اللي بيبقى فيها محتاجه طاقه وقت الفيرست داي، يعني محتاجه طاقه في الوقت ده. ايه الاماكن اللي محتاجه طاقه في الوقت ده اللي هو الفيرست داي ده؟ هي الاماكن اللي بيحصل لها مايلينيشن في الوقت ده، اللي هم يشملوا ايه؟ يشملوا البيريلاندك اريا، يشملوا الدورسال برين ستيم، يشملوا الفنتور لاتر اسبكت بتاع الثلاموس وبوسيور ليم بتاع الانترنال كبسول والارياز بتاعت الجلوبس باليداي، يشملوا الدورسال اسبكت بتاع البرين ستيم، يشملوا الميديال سيربيلا بلانك. كل الحاجات دي يا جماعه بيبقى فيهم ابنورماليتي في السيجنال، لان الاماكن دي هي الاماكن المسؤوله عن او اللي بيحصل فيها مايلينيشن في الوقت ده، فهي اكتر اماكن محتاجه طاقه. وزي ما قلت لكم العيانين دول بيبقى عندهم نقص في كريبس سايكل في انتاج الطاقه، وبالتالي دي الاماكن فيها اللي بيبقى فيها المشاكل دايما. كمان العيانين دولت عشان طبعا في الوقت ده في السن ده يا جماعه الوايت ذا فيرست داي، فمعظم الوايت ماتر بيبقى هاي سيجنال،
عشان تقدر تميز جدا ان هاي سيجنال ابنورماليتي دي. بص عليه في الديفيوجن، العيانين دولت يا جماعه بيبقى عندهم ديفيوجن ريستريكشن، ودي حاجه مميزه جدا. تلاقي ان الديفيوجن ريستريكشن مش واخد كل الوايت ماتر، يعني كل الوايت ماتر ده ما فيهوش ابنورمال سيجنال، انما الوايت ماتر اللي فيها ابنورمال سيجنال هي المنطقه بتاعه البيرولاندك اريا اللي بيحصل فيها مايلينيشن في الوقت ده. فبالتالي ابنورمال سيجنال اند ديفيوجن ريستريكشن في الاماكن اللي بيحصل فيها وايت مايلينيشن ات ذا فيرست داي، خلاص اللي احنا قلنا عليهم. الديفيوجن ريستريكشن في العينين بتوع الميبل سيرا بيرويد ديز از فيري امبورتنت وفيري يوسفول في الستيج الاولانيه من المرض. طيب اخر ديز وهو الجلوتاريك اسيدوريا تايب 1. والجلوتاريك اسيدوريا تايب 1 ده واحد من الاوتوزومال ريسيسيف ديز اوردرز، وده برضو بينتج عنه ديفيشنسي في واحده من الميتوكوندريال ديزيزز. ولكن العينين في السن بتاع الديفيشنسي ده بيبقى اكتر في سن شويه فيرست يير، يعني بعد مش زي الميبل سيرا بيورون ديزيز اللي بيبقى في اول يوم. وبالتالي بيبقى الاماكن اللي احنا قلنا عليها اللي محتاجه طاقه ما بيبقاش فيها الابنورمالتي، انما الاماكن اللي في السن ده بيبقى غالبا بتبقى البيزال جانجليا. عشان كده العيانين دول بيبقى عندهم ابنورمالتي ديستونيا وكوريو اثيدوزس اللي هي الابنورمال موفمنت بتاعه البيزال جانجليا ابنورمالتي اللي هي الكوريا وهكذا. وكمان العيانين دول بيبقوا مع الوقت بيبقى معاهم انكريز ان ذا هيد سيركمفرنس، فدي من ضمن الديزوردرز اللي بيبقى فيها والهيد سيركمفرنس بيبقى كبير. طيب بتشخصها زي يا جماعه، تشخيصها لحد ما مميز انك تلاقي في بيزل جانجليا ابنورمالتي في السيجنال ومعاها وايدنينج اوف ذا سيلفيان فيشر، تلاقي السيلفيان فيشر بقى وايدن واسع. ليه؟ لانه مش اوبركريت، وهتكلم عليه في التفصيل بالمحاضره في السلايد الجايه. فبالتالي لما تلاقي في بيزال جانجليا ابنورماليتي، بيزال جانجليا ابنورماليتي، وعرفنا ان العيين دول بيبقوا فعلا عندهم بيزال جانجليا، حتى السيمبتوم بتاعتهم بتاعت البيزال جانجليا اللي هي الكوريا والابنورمال موشن او موفمنت بتاعت الايه بتاعت البيزال جانجليا ابنورماليتي، خلاص فالعيين دول بيبقوا عندهم ابنورمال بيزال جانجليا سيجنال، ابنورمال سيجنال وفي ديفيوجن ريستريكشن، ومعاهم ايه يا جماعه؟ معاهم سيلفيان فيشر، وايدنينج اوف ذا سيلفيان فيشر. وايدنج اوف سيلفيان فيشر ده يا جماعه، او خلينا نتكلم على البيزا سيجنال ابنورمالتي، بتبقى الاول بتبقى اكتر في الكوديت والبيوتامين اكتر من الجلوبس باليدس، لان زي ما قلت لكم الجلوبس باليدس بيحصل لها مايلينيشن في سن بدري شويه عن البيوتامين والكوديت، خلاص. فدايما السيجنال بتبقى اقرب في البيوتامين والكوديت عن الايه عن الجلوبس ايه عن الجلوبس باليداي. الوايدنينج اوف ذا سيلفيان فيشر بيبقى سببه حاجه مشهوره جدا، الاندر تيوبركيليشن، يعني الكفرنج الاوبيركلم بتاع بتاع الانسرا بيبقى اندر ديفلوبد، وبالذات الفرونتال اوبيركلم اللي هو جاي من الفرونتال لوب، وكمان الايه التمبرال ايه تمبرال ايه تمبرال اوبيركلم. وبالتالي بيبقى ده مسؤول عن حاجه مشهوره جدا ان دايما بنلاقيها في العينين بتوع جلوتاريك اسيدوريا تايب 1، وهو ان بيبقى فيه انكريز ان ذا سي اس اف ان ذا تمبرال ميدل كرينيال فوسا انتيرو تو ذا تمبرال بول. وفي ناس كتير بيعتبروهم ان هم اراكنويد سيست، وهم مش اراكنويد سيست، هم عباره عن نظر لان تمبرال اوبيركلام حصل له هايبوبليزيا في المكان هنا وسع واكيوميليت سي اس اف، فده عباره عن ايه؟ عباره عن سكندري الاندر ديفلوبد للايه للتمبرال ايه اوبيركلام. ده الوايدنج اوف ذا سيلفيان فيشر اللي مميز فيه، ودوره الايه انكريز او سيس او سيست لايك سيريبروسبينال سبيسز ان ذا ميدل كرينيال ايه ميدل كرينيال فوس. في الاكستنسيف ابنورمالتي بلاقي فيه كمان معاهم وايت ماتر سيجنال ابنورمالتي، بالاضافه الى زي ما قلنا البيزا جانجليا سيجنال ابنورمالتي والوايت سيجنال ايه وايت سيلفيان فيشر. دولت يا جماعه كانوا اللوكودستروفي، اخر مجموعه من اللوكودستروفي، وده اللي احنا كنا اتكلمنا عليهم وازاي قدرنا نعرف اللوكودستروفي بالجروبس بتاعتهم. طيب دي مجموعه من التجميعات اللي موجوده في البيبر اللي قلت لكم عليها، اللوكودستروفي اللي فيها انهانسمنت زي ما قلنا الميتاكروماتيك لوكودستروفي الاكس لينك لوكودستروفي، دي مجموعه من الايه اللوكودستروفي اللي معاهم ديفيوجن ريستريكشن، اللوكودستروفي الام ار اس سبكتروسكوبي في اللوكودستروفي،
البيكس، كل ده بالتفصيل يا جماعه. الليكودستروفي اللي فيهم لاكتيب بيبقى عالي، كل الحاجات دي بيبقى بالتفصيل موجوده في اللي حابب يرجع لها، فهيبقى موجوده في البيبرز. الاديشنال ايمجينج فيتشرز في الليكودستروفي، مين هو اللي بيحب اللي بيبقى معاه بارينكيمال كالسيفيكيشن، مين اللي بيبقى معاه تيجمنتال تريك سيجنال ابنورماليتي، كل الحاجات دي عباره عن تجميعات كويسه، وزي ما قلت لكم اللي يحب يرجع لها يرجع لها. وبكده يبقى احنا خلصنا اللوكودستروفي. خدنا ايه في اللوكودستروفي النهارده؟ خدنا ان هم بيشملوا هايبوميليشن ديز اوردرز وديسميليشن ديز اوردرز. الهايبوميليشن ديز اوردرز قلنا اشهرهم البليزياس مالز باخرز، وبيبقى الوايت سيجنال ابنورماليتي بتبقى مايلد سيجنال ان تي 2، مايلد اليفيتد سيجنال ان تي 2، وبتبقى نورمال او انترميديت سيجنال في التي 1. بعد كده الكلينيكال هو اللي بيفرق ما بين الهايبوميليشن ديز اوردرز وبعضها. الديسمايليشن اتكلمنا عن السب كورتيكال بريدومينانت وايت ماتر سيجنال ابنورماليتي، اتكلمنا عن الفاندر ناب وقلنا اللي بيبقى معاه سب كورتيكال سيست ودي حاجه مشهوره، وماكرو كيفالي. اتكلمنا عن السو تورش وقلنا ان الكلينيكال بتاعه بيبقى شبه التورش فعلا، مايكرو كيفالي وسترايل بايركسيا، واللابس بتاعتهم شبه التورش، والايمجنج بتاعتهم بيبقى فيها بارينكيمال كالسيفيكيشن ودي برضو شبه التورش. الفرق بينهم وبين التورش هو السكرين بتاعهم بيبقى نيجاتيف اللي فيه العيانين دول. اتكلمنا عن المجموعه الثانيه اللي هي سنترال وايت ماتر سيجنال ابنو او بريدومينانت سيجنال ابنورماليتي اللي بيبقى فيها، اتكلمنا عن الاثنين اللي هم الميتاكروماتيك لوكودستروفي اللي بيبقى فيهم تيجرويد باترن، واتكلمنا عن الاكس لينك ادرينال لوكودستروفي اللي بيبقى معاهم بريترايجونال ابنورماليتي وبيبقى فيهم مارجنال انهانسمنت بالمنظر ده في عيان عنده ادرينال سيمبتومز بتاعت ادرينال انسفشنسي، ده من ضمن الحاجات بتاعت الاكس لينك ادرينال لوكودستروفي. اتكلمنا على اخر مجموعه اللي هي الكومباينيشن ما بين جراي والوايت ماتر سيجنال ابنورماليتي، اتكلمنا عن الكنفان وعرفنا ان بيبقى مع الوايت ماتر سيجنال ابنورماليتي الافكشن لجري ماتر بيبقى غالبا في الجلوبس باليدس والثلاماي مع بريزرفيشن اوف ذا بيوتامين واليفيشن اوف ذا ان اي اي. اتكلمنا عن الالكسندر اللي بيحب دايما الانتيرور بارت بتاع البرين فبياخد الوايت ماتر سيجنال ابنورماليتي انفولفينج ذا فرونتال لوب مع انتيرور اسبيكت اوف ذا بيزال جانجليا. اتكلمنا عن الجلوتاريك اسيدوريا تايب 1 وعرفنا ان الوايت سيجنال ابنورماليتي بيبقى معاها بيزال جانجليا ابنورمال سيجنال ومعاها وايدنينج اوف ذا سيرفيان فيشر، وعرفنا السبب بتاع الوايدنينج نتيجه للاندر تيوبيكريشن اوف ذا فرونتال اند تيمبورال اوبيركلا. اتكلمنا عن الميبل سيرب يورو ديزيز وعرفنا ان هو بيدايجنوز ات ذا فيرست داي اوف انفانسي وبيبقى فيه ابنورمال سيجنال في الاماكن اللي بيحصل فيها ماينيشن في الوقت ده بالذات البوسيولم بتاع الانترنال كبسول فينتولاتر اسيد بتاع الثلاماي والجلوبس باليداي مع وجود الابنورمالي طبعا ان ذا وايت ماتر. اتكلمنا عن اخر حاجه الريتبل تشايل اللي هو كريبي ديزيز اللي بيبقى فيه هايبر دنس ثلاماي واذر جانجليون، وقلنا الام ار اي فيتشرز بتاعتها الهايبر دنسيتي دي بتبان كانها هاي سيجنال في تي 1 ولو سيجنال ان تي 2، وده زي ما قلت لكم اللي هو بيسموه كريبي ديزيز او اللي بيسموه جلوبويد سيل لوكودستروفي. دولت كانوا الاشهر اللوكودستروفي وازاي نقدر نوصل للوكودستروفي، وابدا ادور على اللوكودستروفي امتى وازاي. وزي ما قلت لكم البيبر موجوده والكتب موجوده، وده كان ملخص سريع للوايت ماتر انهيرتد وايت ماتر ديز اوردرز. شكرا واشوفكم ان شاء الله على خير.